انت اكيد عم تمزح مو هيك؟ يا حبيبتي انا اذا ما عملت هيك راح يروح كل شيء. انت واعي شو عم تحكي؟ طبعا واعي شو عم بحكي، طبعا، واللي عم بحكيه لمصلحتي انا وانت. انك تتجوز علي بتكون مصلحتنا؟ اهدي 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 ولا تعصبي، بس فكري انا ليش بدي اعمل هيك؟ لا تستفزني، شو ما كان السبب بدك تتجوز علي؟ اوكي يا حبيبتي انا ما عم استفزك، انا بدي اياك تفكري شوي كيف وضعنا صار، شو في قدامك وكيف رح يصير لسه على احسن. بعدين اسالك، انت ما بدك ولد؟ لا تحط الولد حجه، اوه هالكرم، لا ما عاد بدي ولد، وما عاد بدي هذا البيت كلياته، بكره بترجعني على بيتي القديم. بيتك القديم؟ هداك بيت لانه لك هداك اسمه خرابه خرابه. والله بفضل عيش بالشارع على انه تاخذك وحده ثانيه مني اذا هذا هو الحل. هلا فهمت. لا تكوني انت مفكره انه انا حاببها عن جد. لك يا مجنونه، انا بدي اتزوجها لانه بدي احميكي واحمي حالي واحمي مستقبلنا. كرم مشان الله بلا هاد الحكي الكبير. شو رايك اقول لك والله انا رايحه صاحب فلان منشان احميك، شو بيكون موقفك؟ لا 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 اسمعي 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 اسمعي، هي مو مثل هي، هدول ما بيشبهوا بعض. انا جاي عم خبرك، انا جاي عم خبرك وحطك بالصوره، سالتي حالك ليش عم خبرك؟ ما بيهم. لا بيهم، بيهمه كثير كمان. وليك فهمني. لانه انا ما بدي اعمل شيء بدون ما تعرفي. فهمتي ليش؟ بدي اياكي تعرفي انه هاي الجوازة هي حل لكل مشاكلنا. شكرا كثير لصراحتك، انا هذا الحل التافه ما حبيته، روح لاقي غيره. بعلمي بعمره ما صعب عليك شيء. والله مو هو التافه، انا التافه، انا التافه لما قلت لك وانا التافه لما فكرت انك رح تفهمي. هي بتعرف انك متزوج؟ ما بتعرف. وانت جاي هلا عم تخبرني لحتى تلاقي حجه لغيابك بالايام اللي جاي، لانه المدام معك بالبيت والمدام معك بالمعمل. انا ما مصدق اني هلا قاعده عم باخذ واعطي معك، ما مصدق حتى انك عم تناقشني بالموضوع وتشاورني فيه. شفتي انت قلتيها، انا جاي ناقشك واستشيرك، يعني شو؟ فهميها لحالك، يعني الموضوع مو موضوع وحده عجبتني وبدي اتجوزها. برجع بقول لك الموضوع انا بدي احميكي واحمي حالي، يحمي مستقبلنا. ببساطة أنا ما بدي أرجع أعيش هديك العيشة. تسكرتيها لهديك العيشة؟ والله على قولتك هذا عذر أقبح من ذنب. شو كرم؟ لا تخليني غير نظرتي بكرم يلي حبيته. الظاهر إنك مفكر كتير وأخذ القرار. عمل يلي براسك، بس لازم تحط ببالك انه اذا تزوجت انا رح اتركك، يعني لازم نطلب. فرح يا فرح افتح الباب، افتح الباب، خلاص بلا ولدنا، افتحي افتحي خلينا نحكي، افتحي الباب حبيبي، لا تخلي غيرتك تعميكي. فكري بنص الكاس المليانة، اعطي الموضوع شوية وقت، شبك فكري فينا بمستقبلنا، فكري بولادك، فكري بالشي الحلو اللي جاي. انا هذا الشيء عم بعمله لمصلحتي ومصلحتك. يا فرح يا فرح اسمعيني، لا عن جد انت كيف فيك ترجعي تعيشي بهديك الحارة الزبالة؟ ها؟ هديك العيشة الزبالة، الجيران الزبالة، أبو عامر وأبو عشير وأبو طراب السخن. عن جد كيف فيك ترجعي تتركي هذا البيت وترجعي لهنيك؟ لمكان مقطوع، يعني كل 10 تكاسي لتجي وحدة تاخذك لهنيك. فكري بس دوريها بعقلك. يا فرح يا فرح يا حبيبي يا حبيبي يا عيوني، أنا بعرف إنه القصة صعبة ما سهلة عليكي، بس بدي أقول لك شغلة، يكون بعلمك أنا ما راح أرجع لورا، لورا ما راح أرجع، نفس الوقت ما راح طلقك، بتحلمي إني بطلقك لأني بحبك، سمعتي؟ بحبك بحبك وعم بعمل كل شيء مشانك ومشاني.
عم بعمل كل شيء مشان تكوني مبسوطة، فهمي؟ اسمعي اسمعي، أنا رح روح نام بالمعمل ماشي مثل ما بدك، بس أنا بدي ثيابي، أعطيني ثيابي وبكره رح أرجع وإن شاء الله كل شيء رح يكون محلول بيني وبينك. ما بزعلك وحياة عيونك ما بزعلك. لك ان شاء الله الف 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 مبروك، والله فرحت لك من جوات قلبي. الله يبارك فيك يا ام عدنان، بس انا خايفه، يعني خايفه من حكي الناس انه بكره بيقولوا زوجها ما صار له شيء متوفي وقام هي دغري تجوزت. يا بنتي العالم بدها تحكي شو ما عملنا، بعدين انت ما بتعملي شيء لا عيب ولا حرام، بعدك صبيه ومثل القمر. طب انت كيف بتشوفي لك كرم؟ ما قلت لك ابن حلال وفهمان وبن عالم وناس، والاهم من كل هاد وهاد انه رجال وقد حاله وقادر يحميكي ووقف معك. لك عم اتصل. الله يهنيكم. ميرسي يا كرم. يا حبيبي معلش، لا يعني قصدي بلاك للسوق، لمن ما توصل لهون بتكون ام عدنان جهزت العشاء. انت كنت قايلي انك ما حتجي اليوم، صاير معك شيء؟ وانا كمان. طب شو عبالك تتعشى؟ كرم انا سافرت لعند اهلي، فكرت بكلامك كل الليل بس ما اقتنعت. إذا بدك يعني لحالي تعال جيبني، وإذا مصر تعمل اللي براسك بعتلي ورقة طلاقي. مشان الله عم اقول لك اسمعني. طيب انا ما كثير حابب اني اتجوز مره ثانيه، القصه وما فيها انا اذا ما عملت هيك رح اخسر كل شيء كل شيء، وانت ما بترضى بهذا الشيء. يا عمي انا شرعا ما غلطت بحق حدا، هذا حقي وفرح ما ناقصه شيء لا من زمان ولا هلا، بالعكس هلا وضعنا احسن بألف مره. عمي عم يسمعني، انا فرح ما راح طلقها، بوس ايدك بوس ايدك تهديها وتروق. كتير حلو كتير حلو عمي، خلص راح اتركها عندكم نهارين ثلاثه لبين ما تروق ماشي، وانا براسي براسي راح اجي لعندكم وجيبها لهون، لانه هذا بيتها وبيضل بيتها. ماشي الله معك، مع السلامه. الله معك، مع السلامه.